السلام عليكم. بالله اصرف لها الوصفة، بنتي في البيت تعبانة حرارتها مرتفعة. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تشوف شر إن شاء الله. شو ما يجيك. ثواني بس. هذا الدواء خافض الحرارة، مسكن الألم. تمام. تاخذ منه 10 ملي 4 مرات في اليوم عند اللزوم، وأهم شيء ما تاخذ معاي دواء ثاني مسكن الألم وخافض الحرارة. 10 ملي 4 مرات باليوم ها؟ بالضبط. وأهم شيء تحفظ بعيد على الأطفال. يعطيك العافية، كم حسابك؟ الله يعافيك. 6 ريال. أعطيك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام. وين البنت؟ في الغرفة نايمة. زين، أنا مستعجل فجبت العلاج، أعطيها 4 مرات في اليوم. زين؟ خلاص إن شاء الله. السلام عليكم. مركز معلومات الأدوية؟ نعم، طارق معاك. بنتي شربت الدواء كله. وش اسم الدواء؟ باراسيتامول. باراسيتامول متأكدة؟ إيه باراسيتامول. ومتى آخر مرة؟ من شوي. طيب، ممكن توجهين أقرب مركز طوارئ؟ هيعطونها مضاد لهذا الدواء وبتحسن صحتها إن شاء الله. إن شاء الله، يعطيك العافية. السلام عليكم. بنتي مرتفع حرارتها فأعطني هالعلاج. والله لا يهينك، اشرح لي طريقة الاستخدام بالتفصيل. ما تشوف شر إن شاء الله. شر ما يجيك. ثواني بس. هذا الدواء خافض الألم ومسكن الحرارة. تمام. تاخذ منه 10 ملي 4 مرات في اليوم عند اللزوم، وأهم شيء ما تاخذ معاي دواء ثاني مسكن الألم وخافض الحرارة. تمام. وأهم شيء تحفظه في مكان بعيد على الأطفال. يعطيك العافية. كم حسابك؟ تفضل. يعطيك العافية.